رسالة للمجتمع لأنه كتير المجتمع بيتجنع على القطاع الخاص كتير ونشبهه دايما في في اعمال وفي حتى تقارير صحفيه وغيرها دايما في كده شكل القطاع الخاص ان هو ده المفتري الحرامي المستغل اللي كذا اللي كذا لا مش حقيقي هو المشغل الاول للعماله في مصر هو المفروض قاطره النمو في مصر هتقولوا لي اه دي لميس اللي بتدافع عن القطاع الخاص اه بدافع عن القطاع الخاص وهذا توجهي من زمان لاني اعلم مدى اهميه القطاع الخاص في اي مستقبل اقتصاد في العالم كل مجتمع فيه الصالح والطالح فلا يمكن تعميم الفكرة ولما بيكون في حد هنا مثلا فاسد أو عنده مشكلة أو مرتشي كله بقى بالمنظر ده فهي رسالة أيضا للمجتمع النهاردة الرئيس مثلا افتتح عدد من المشروعات الخاصة واستمع لي اه الناس برايفت اه عندهم الرخصة الذهبية وزار عدد من الأجنحة وأتمنى ودي كانت رسالة أخرى اه برضو لقطاع الخاص وأتمنى أن الرئيس يروح مصانع قطاع خاص وينزل يشوف القطاع الخاص على الأرض على الأرض مصانع قطاع خاص على الأرض يشوف الناس دي بتشتغل إزاي على الأرض هذه أيضا هتكون رسالة ثقة ورسالة مساندة ورسالة تأييد محتاجينها هم على فكرة محتاج اقتال خاص محتاج هذه الرسالة للمساندة